السلام عليكم. أليستر أوفريم تكلم على نزال تاع بادر وريكو فيرهوفن، قال بلي هو ينتظر نزال بشدة، وقال أنا رأيت بادر في إنستغرام وهو يبدو في بنية جسدية ضخمة كالدب. وفي النزال الأول كنت أعلق على النزال، وريكو لن يفعل شيء في تلك المباراة حتى أن أنهى بادر المباراة بداية كسر في اليد، وبدر هاري كان يفوز بسهولة. يمكن لريكو أن يقول أنه كسر يد بدر، ولكن حتى بدر يمكنه أن يقول أنه كسر أنف ريكو. بدر هاري كان يفوز في تلك المباراة، لا يوجد أحد لإنهاء مسيرة الفوز لريكو فهو بدر، لأن ريكو سحق الجميع ويتبقى له سوى بدر. وقال أليستير يجب على منظمة غلوري أن تبحث عن أبطال آخرين، لأن في الوزن الثقيل يوجد لبدر ريكو وجمال فقط. وتكلم على الماتش ميكينج، على الشخص الذي يفعل النزالات، لأن النزالات التي يفعلها غير لائقة، وهذا يقصد به أن جمال هو الذي يستحق هذا النزال ضد ريكو. ولمن سيفوز؟ يقول ريكو لم يلعب 15 شهر وبدر لم يلعب 18 شهر، لا أعرف، أنا أظن 50-50%. يمكنني أن أقول ريكو هو من سيفوز، ولكن إذا نظرت إلى بدر في إنستغرام سيتغير النظر، فبدر يبدو جد خطير. والبرلماني التي كان يجلس قرب أليستير يقول أن ريكو هو الذي سيفوز بالمباراة، وريكو هو الذي يستحق الفوز لأنه هو الرياضي الحقيقي. ولكن رغم ذلك فبدر هو أفضل كيك بوكسر في تاريخ هولندا والعالم. والسلام عليكم، نتمنى تابونيو.